لا تقاطعني عندما أتحدث. بتقول unterbrich mich nicht ständig، يعني لا تقاطعني باستمرار. unterbrich mich nicht ständig، لا تقاطعني باستمرار. أو فيك تقول كمان lass mich doch mal ausreden، lass mich doch mal ausreden، يعني دعني أو اتركني أكمل الكلام أو أكمل الحديث، يعني خليني أكمل الكلام أو خليني أكمل الحديث. إذن الفعل ausreden يعني يكمل كلامه أو يكمل حديثه. إذن بهذا الشكل بتعبر عن الشيء اللي حبيت تقوله باللغة الألمانية.